سلام صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي ما عمري شاركته معكم في هذه القناه هذا، اللي هو فيديو صاحبتي اختارت لي قطع ديال الملابس، ولا صاحبتي اختارت لي الحوايج. يعني هاد الحوايج انا باقي ما شفتهمش، غادي تشوفوهم حتى نتوما معايا دابا، غنشوفو مع بعضنا، وخصني انا نعرف كيفاش ننسق هاد الملابس. وانا غادي ناخذو كتحدي، وغادي خصكم نتوما يعجبكم هاد الملابس كيف ما نسقتهم. يعني الا عجبكم اكثريه التعليق عجبكم غادي نكون نجحت في التحدي، ولا اكثر يعجب ما عجبكمش يعني غنكون سقطت في التحدي. وكنتمنى ان ننجح في هذا التحدي من كل قلبي. وكذلك دابا ملي غتكونوا كتشوفوا هذا الفيديو، غتكون امينه، يعني اللي هي اختارت لي حوايج، امينه ام تسنيم، هي اللي غادي تكون حتى هي حاطه الفيديو ديالها، غادي تكون هي نفس الحاجه. يعني انا اخترت لها الملابس وهي خصها تنطقهم على الذوق ديالها. وديك الساعه انتوما قولوا لي هذيك الساعه واش عجبكم كيفاش نسقاتهم ولا لا. المهم ديك الساعه شوف هي شنو قالت لكم في الفيديو ديالها. انا غادي ناخذ كالتحدي وخصني نعرف كيفاش ننسق لكم هذا الشيء مزيان ويعجبكم. المهم هو انه يعجبكم. الا لقيت بزاف ديال لي لايك راه عجبكم، ولا ما لقيتش بزاف ديال لي لايك ما عجبكمش. كيما قلت لكم كنتمنى يكون عجبكم، وخليوها لي في التعليق مثلا عندكم شي مثلا عجبكم كيفاش نسقتو. بالحق كاينه شي طريقه اخرى كيفاش نسق مثلا ديك القطعه، قولوا لي في التعليق باش تفيدوني وندير لكم شي لوكبوك قريبا ان شاء الله بديك على ذوقكم نتوما. مثلا الا لقيت بزاف ديال عطيتوني بزاف ديال النصائح، نقدر ندير شي لوكبوك على الذوق ديال المتتبعات ديالي. وصافي صحبتي العزاز، هذا الفيديو كما قلت لكم غادي يكون فيه يعني مشتريات، وغادي يكون فيه لوكبوك كيف ما ديما. غادي نخلي لكم الليان ديال هاد القطع كاملين في لاباغ دانفو، يعني في خانه الوصف الا بغيتو تشوفوهم. وكما قلت لكم في خانه الوصف دائما غادي تلقاو البنات شنو لابسه اليوم. مثلا في اي فيديو غادي تلقاو لتحت كيتينغو بويستو اوي، كتبتها بالزبريونيه الحق صراحه ما عرفتش نكتبها باللغه العربيه، بالدارجه كتجي شويه عيانه، لهذا كتبتها بالاسبانيول. يعني شنو لابسه اليوم، غنكتب لكم الزيت منين خديته، مثلا الريبيكه منين خديتها، الساعه منين خديتها. المهم داكشي كاع اللي دايره اليوم غتلقاوه تماك في خانه الوصف دائما 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 في اي فيديوهات من هنا للقدام. راه اصلا بجوج فيديوهات اللي سبقوا درتها فيهم، لهذا ما تبقوش زعما الا شفتوا مثلا الزيت عجبكم ولا هذا غتلقاو تماك داكشي، يعني بلا ما تحتاجوا تسناو حتى نجاوبكم مثلا في التعليق وداكشي. او صافي صحباتي العزاز، دابا غادي نبداو. كيف ما قلت لكم انا هادشي باقي ما شفتوش، باقي ما حليت الباكس حليتو، بالحق ما شفتش القطع اللي فيه. يعني غادي نشوفوه مع بعضياتنا وغادي نشوف واش غادي نقدر نسق هادشي ولا لا. يعني لحقاش ما كانش الذوق ديالي غادي يجي صعيب باش نسقو، اما الا كان الذوق ديالي غادي يكون ساهل باش نسقو. لهذا كنتمنى يعجبني ويعجبكم حتى نتوما هادشي اللي اختارتنا امينه. ونبداو الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك لامينه اللي مشيتو تشوفوا الفيديو ديالها وتقولوا جيتو من عند اسرار بيوتي. يلا نبداو الفيديو ونوريكم شنو وصلنا. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. يا سلام، يا ربي تجي قدي يا ربي تجي قدي. اول حاجه هذا الصاك، شوفوا كيف داير، قلت لي انا شي حاجه. هذا جيلي زوين عجبني. بنات يا بنات، شوفوا هذه هي الكرتونه اللي وصلتني كما قلت لكم من عند شين، وامينه هي اللي اختارت هذا الشيء اللي فيها. انا حليتها غير باش نسهل الماموريه البنات، كسينو غادي تجي القضيه صعيبه. كما قلت لكم ها نتوما هذا الشيء اللي وصلني دابا كيبان هذا الشيء بحال هكا كما كتشوفوا، باقي مسفتف باقي مقاد. ودابا غادي نبدا وغادي نبقى نجبد وغنوريكم كل حاجه بوحدها. وبالنسبه للتنسيق غتشوفوا في اخر الفيديو، يعني غتشوفوا القطع هما الاولين، ونخلي لكم كما قلت لكم ليليان، ونقول لكم الطيات اللي خديت في كل قطعه ما نقيسهمش، يلا غير غادي تشوفوهم ومن بعد عاد غادي نقيسهم ان شاء الله. وغادي نبداو البنات باول حاجه كما شفتوا هو هذا، كيبان لي سروال، وانا كنت باغا سروال موم جينز. كنا كنهضروا في هذا الموضوع، قلت لها نجرب يعني كيفاش كيجي ستيل ديال موم جينز. موم جينز موم جينز موم جينز ما ديوش عليا. المهم راكم فهمتوني، اللي هما السراول اللي كيجيو طالعين وكيجيو واسعين، انا بغيت نجربهم. المهم خدات ليا هي الاكس ال، حقاش تقريبا طايتي عارفينهم ديال بعضياتنا. خدات ليا الاكس ال والسروال بهذا الجين هذا، الصراحه تيعجبني هذا اللون ديال الجين هذا كيف ما كتشوفوا، كيجي بحال هكا، كتبان الكاليتي ديالو مزيانه، كيبان يمكن غادي يجي قدي. المهم راه لا جا قدي غادي تشوفوا ملبوس، ما جاش قدي راني غادي نقولها لكم، وكيجي واسع من هنا. المهم دابا نقيسوا تشوفوا ديك الساعه كيفاش كيجي، وصراحه عجبني وعجبتني حتى الكاليتي ديالو. وبالي غادي يجيني هو هذاك من الفوق، بالحق غيجي واسع بزاف من هنا. شوف البنات، المهم ديك الساعه سينو غادي ندي شي خياط يقادو ليا. يعني هاد القطعه عجبتني ولكن غادي صعيبه في التنسيق، غادي شويه صعيبه في التنسيق، خصوصا الا جاني واسع من تحت متيعجبونيش يكون واسعين بزاف. المهم دابا نشوفو كيفاش نسقتو، الا جا قدي خصني نسق واخا ميعجبنيش، يعني سي وسي خصني نسق.
وندوزو كما قلت لكم راه كلشي غادي تلقاوه في لاباغ دافو ديال هاد القطع هادو. وندوزو دابا البنات الثاني قطعه ما عرفتش هي هادي ما عرفتش واش امريكانا ولا ريبك ريبيكا ولا بليزر. خدات ليا الاكس ال اكس اف هادي. انا نورمالمون كناخذ الام نقدر نحقاش في القياسات لان ضروري خصكم تشوفوا القياسات واخا تكونوا كتاخذوا دائما الام خصكم تشوفوا القياس ديال الصدار ديال زعما ديالكم. واو واو كتحمق البنات بعدا التول ديالها زوين لوينات اللي فيها واعرين كتبان واعره وكنظن غاتجيني هي هذيك اللبسه اللوينات اللي داخلين فيها واعرين. شوف كل لبسه مع الزيت تجي واعره اللوينات داخلين فيها كيجيو زوينين. وكتجي هذه فايت اللي شفتها يمكن انا فشين كتجيب الحزام ديالها كدير الحزام في الوسط يعني راه ما كتجيش طويله البنات كتجي قصيره. المهم دابا تشوفوها ملبوسه هذه اكيد غنعرف كيفاش نسقها لحقاش كنحمق على البلايزرز نتوما هادشي راكم عارفين البنات. التوب ديالها واعر البنات التوب ديالها واعر 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 والوينات اللي فاتها هما واعرين تقدر تناسقهم بزاف ديال الحاجات. قولوا لي كي جاتكم هاد القطعه ما تنساوش تقولوا لي اش معجبكم في هادشي اللي اخترت لي امينه. ندوزو القطعه الاخرى البنات هي تريكو يمكن ديال الصوف اللي تا هو خدات ليا فيه هادي يمكن لها فيه غير وان سيد وين تاولي مليانه بنهار غي او طاي اونيكا هضروا بالاسبانيول بارك علينا. كما كتشوفوا كنقطع في الماركه البنات كلشي كما وصلني. وبغيت نوضح لكم واحد الحاجه انه شين كما كتشوفوها كلشي كيوصل مطوي مقاد مصاوب كيديروا هاد هنايا يعني كلشي في البلاستيكه ديالو كل حاجه بوحدها كل حاجه صراحه انه داكشي منظم. والتريك البنات هو هاد التريكو هذا اللي اصلا كنت قلت لكم راه غادي ناخذو عقلتو في الفيديو اللي كنت سجلت شحال هذا واخا حطيت لكم غير مؤخرا كنت سجلتو شحال هذا يعني بغيت نقول لكم اللي كنت بغيت ناخذو. كنت قلتها لامينه قلت لها عجبني هاد التريكو بزاف 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 قلت لها غناخذو من شين مع ديما كنهضروا على هاد الشيء شنو خارج شنو اللي ما خارج شنو كاين في شين شنو اللي ما كاينش وهذا. وقلت لها هاد التريكو راني حاطه عليه عيني غادي ناخذو خداتو ليا كما كتشوفوا يعني حتى انا غادي ناخذ دايره في بالي يعني مورا هاد المره هادي يعني هاد ملي غادي نشوف هاد الحوايج غتصيفط ليا امينه غادي ناخذ زعما داكشي ديك الساعه اللي بغيت ما بغيتش نتسرع على ناخذ شي حاجه بحال بحال كما كتعرفوا شين نقدروا نغلطوا ناخذ شي حاجه بحال بحال لهذاك تخلي حتى وصلني داكشي ديال الامينه وديك الساعه ناخذ. المهم وكان منهم هذا اللي اصلا انا كنت كما قلت لكم بغيتو يوصلني كنت باغا ناخذو شحال هذا ايوا هو هذا صراحه زوين ولكن تنشوف ديك الساعه كيفاش غادي نسقو. هذا تقريبا عندي فكره لاني كما قلت لكم كنت حاطه عليه عينيا من يلا حطوه في شين عندي تقريبا فكره كيفاش غادي نسقو كنظن غادي يعجبكم بزاف التنسيق اللي غندير معاه. حاجه اخرى البنات هي هذه القميجه هذه هذه القميجه البنات هي ماشي هي اللي اخترتها ليا انا اللي اخترتها ماشي لحقاش اصلا ماشي بغيتها ليا هذه بغيتها لواحد واحد السيده. هذه تا هي خدينا فيها ال بحال ديما كما قلت لكم نخلي لكم واحد الصوره هنايا كيفاش انا نسقتها جوج المرات جوج تنسيقات نخليهم لكم هنايا لهذا هذه ما تشوفوش في التنسيق نخلي لكم غير الصوره هنايا لاني فايت خديتها من عندهم. وهذه كما كتعرفوا الثوب ديالها راه غزال زوين يعني هذه القطعه اللي كنصحكم بها دائما. ها نتوما شوفوا البنات كيفاش داير الثوب ديالها شفتوا الثوب ديالها زوين بارد وكتعرفوا تنسقوها تقدروا تنسقوها مع بزاف ديال اللوينات نتوما كما كتشوفوا الفصله ديالها زوينه. المهم نتوما غادي تشوفوا التصويره وخديت فيها الال انا ديما كناخذ الال في القوامج سي خديت الال كما قلت لكم هذه ما خديتهاش ليا انا فايده خديت من عندهم انا خديتها لواحد السيده. وكما قلت لكم فيها لوينات زوينين هذا هذه كما قلت لكم حيدوها ما غاديش تشوفوها في التنسيقات ولكن خليت لكم الصوره. شنو هادي قميجه قميجه يمكن نشوفو نشوفو مع بعضنا. عرفتها دابا اصلا معنا كنظن شين. هذه البنات قميجه دابا اللي كنتمنى ما تجيش نسقم. المهم كتجي بحال هكا كيجيو قميجة اوفر سايز كتجي طويله من اللور انتما دابا تشوفو كلشي هادشي ملبوس كتجي طويله من اللور وقصيره من القدام كما كتشوفو ما جاتش مسدوده البنات كتجي صراحه ستي ديالها زوين ولكن ما عرفتش واش غادي يطلق ليا ولا ما غاديش يطلق ليا خفت لا يكون هذا قصير. المهم غنقيسها وغنشوف سينو غنقول لكم غنقيسها مع شي تريكو صافي غير باش تشوفوها كيفاش ملبوسه وصافي. المهم كتجي بحال هكا صراحه ستي ديالها زوين غير هي كما قلت لكم كمحجبه ما عرفتش تطلق ليا ولا لا دابا نشوف ان شاء الله. مي ستي ديالها واعره عجبتني اصلا عجبني بزاف تعجبني بزاف هذا الستيل انا البنات والحق ما تقولش ما تقوليهاش ما تقوليهاش خديتي لي هذا واو
صراحة هذا عشية البنات اللي قلت لكم من العام اللي فات وانا بغاه من العام اللي فات وانا بغاه هذا المونطو هذا. المهم كما قلتلكم كما قلت لكم كلشي كيجي مطوي والمونطو البنات هو هذا عرفتي ثقيل البنات باينه الكواليتي ديالو واعره كما قلت لكم هذا راه من العام اللي فات وانا باغا ناخذو ويلا واخيرا واخيرا هو عندي كما كتشوفوا كيجي بحال هكا كيجي طويل والكاليتي ديالو كما قلت لكم البنات رائعه فيه بحال هاد الحبيبات هادو ما عرفتش ديالاش ماشي حبيبات خويطات كنظن مع عاد تيكون داكشي مع الحوايج وداكشي. المهم بعدا الكاليتي واعره وخديت لي الطيائل كما قلت لكم لانه اصلا انا كنلبس طيائل وعارفه هي كنلبس الال وشي حوايج كنلبس اكس ال على حسب. المهم هو هذا ما عرفتش غيجي قدي ولا لا صراحه كيبان لي بحال غيجي كبير. المهم ما عرفتش. المهم ننصحكم واحد النصيحه البنات على حساب هاد المونطوات هادو ديال شين راهم زوينين وفي نفس الوقت كتلقاهم رخاصين بحال دابا هاد الستيل هذا بالضبط ديال هاد المونطو هذا في المحلات كتلقاهم ب 90 اورو 99 خصوصا الطول ديالهم اللي طويلين بحال هكا وفي شين كتلقاهم رخاصين لهذا الا كنتو مهتمين بهاد الستيل ديال المونطوات يعني غير ردوا البال للتوب والخياطه دابا التوب ديالو رطب وزوين هانتوما نقرب لكم تشوفوه وطويل انتما بالنسبه للطول غتشوفوه من البوس ان شاء الله كيفاش كيجي في هذا الفيديو نيت. كما قلت لكم كيتقاموا عليكم شويه رخاصين في شين على ان المحلات الاخرين حقاش دابا تلقاوهم غير ب 99 الفوق كيكونوا شويه غاليين. كما قلت لكم هذا بعدا طوكي طاكتو ديالو زويون رطب وثقيل يعني باينه فيه كما قلت لكم كاليتي مزيانه وغيكون سخيخل ومن الداخل ما فيش زعما شي فورو ولكن غيكون سخيخل لانه ثقيل والتوب ديالو غليظ واللون ديالته مزوينين. حاجه اخرى امينه بعدا خليتي داكشي كلشي اللي عاجبني هي هاد القميجة يمكن اللي كتجي بحال هكا انا بحال ماشي قميجة بحال جاكيطة يمكن بحال جاكيطة و شحال واسع هذا ديالها. المهم دابا نقد ليها ستيل باش تجي زوينة. المهم كتجي بحال هكا كتجي فيها ماشي صدا كيجي فيها صدافي وكيجي فيها سناس لهنايا انا كنوري شوف نوري راسي ما كنوريش ليكم اليوم. المهم كتجي بحال هكا وكتجي طويله. المهم دابا تشوفوا كيفاش غادي تكون تلبس وفيها هادو هنايا هادو من اللور من القدام ماشي من اللور فيها من القدام. المهم بلا ما نبقى نوريها لكم اصلا ما بيناش الصاله ديالها مزيان ما غتلبس غادي تبان احسن. وتا هي خدات ليا فيها الال هذه ما شنو هي او ماي جاد شحال ثقيل هادشي شنو هادشي هي كنت قلتها لامينه شفتو كيف قلت لامينه خديت خدات لي بعدا منهم جوج حاجات كنت قلت لها بزاف ديال الحاجات ولكن ركزت لي على جوج حاجات وهي هذه اللي شفتو في الفيديو ديال فيندونس او ماي جاد غاتجيني كبيره كنظن غاتجيني كبيره البنات. المهم غتشوفوها دابا ما غاتعجبكمش انا متاكده حقاش عارفه البنات متبعين الستيل ديالكم ولكن ملبوسه راه كتجي واعره. هادو هما اللي قلت لكم البنات خارجين الموضه وي خارجين الموضه البنات وانتم غتشوفوها من الداخل كي دايره. بالنسبه للبنات اللي عايشين في الشمال ديال اسبانيا ولا في البلدان الاخرين شوفوا لن تحسوا بالبرد لن تحسوا بالبرد. هل رايتم هذا لا جلوريا لا جلوريا تشيكاس. المهم الا كنتي بغيتي حاجه سخونه ها هي في شين وهي رخي تطلع لكم رخيصه على المحلات الاخرين كما قلت لكم دابا غادي تشوفوها بحال هكا غتجيكم مزوينه الحق ملبوسه كتجي واعره وهاد الستيل البنات لبسوه بزاف الممثلات المغنيات المهم الفنانين وداكشي الناس اللي لاباس عليهم لبسوا بزاف هاد الستيل هذا وكما قلت لكم كاينين بحال في المحلات الكبارين الغاليين وفي شين كتقام عليكم رخيصه. وبالنسبه للكاليتي البنات ما عندي ما نقول عليها باينه كاليتي مزيانه وديك الساعه ان شاء الله ملي غادي نلبسها غادي تبان حسن وغادي تشوفوها كيفاش ناسقتها. شكرا امينه انك اخترتي لي هذه لاني ستيك كنت باغاها صراحه شكرا بعدا ركت عقلي. وغندوز لحاجه اخرى الطاكتو ديالو شحال زوين الملمس ديالو واعر البنات. هذا مونطو واو غزال غزال شتو البنات كيجي ارتي والله الا كنساو كنوري راسو كنساكم ولكن دابا تشوفو كلشي ملبوس. المهم دير بحال هكا كما كتشوفو كلاس اللوين ديالو كيحمق البنات رطيط بعرف شي بحال ديك المانطات اللي كنديرو فوق ديكوراسيون في البيت النعاس ولا فوق الفوتو ولا الغطا نيت عرفتي رطيط 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 شفتو البنات الكاليتي ديالو واعره واعره من الداخل ما ملبسش ولكن حسن باش ما يجيبش صاد بزاف كما كتشوفو كيجيو معاه الصديفات اللي كيديرو طرق طرق تعجبوني حسن وجي لك هنايا الريبوست ولا تقطعو لك هادوك. وبالنسبه للطايه نشوف شنو خدات ليا امينه
ام ال، ولكن نتوما كنظن هي الالف ام ال. سي ال كما كتشوفوا البنات واعره، شوفوا القب ديالو كله ملبس القب، واعره واعره البنت التشاكيطه. انا عندي حوايج البرد دابا صافي، تهنيت من التشاكيطه سمكن كما كتشوفوا واعره البنات واعره، عرفتي رطيطبه ما عندي ما نقول عليها، مكرش مقام درعاها رطيطبه. مهم هادو هما القطع لقيت هادو هما القطع اللي خدات ليا امينه. انا دابا غادي نشوف كيفاش غادي نسقهم، وغنخلي لكم دابا هنايا بحال اللي كنتو غتشوفوا كما قلت لكم نص فيديو مشتريات ونص غادي تشوفوا التنسيقات. لهذا كنتمنى يعجبكم التنسيقات، ما تنساوش اللي عجبكم ديروا ليا لايك كبيره من القلب. كنتمنى يكون عجبكم، بوسه كبيره لكم وطلعوا لي بلاصتكم حتى الفيديو ولا فلوغ، ولا نتلاقاو في انستغرام دابا نيت. وما تنساوش دوزوا عند امينه وديروا لها لايك الفيديو اللي عجبكم داكشي اللي اختارت ليها وتقول لها جيتو من عندي. بوسه كبيره لكم، باي باي.